السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يوم مؤلم في الحقيقة للجميع، لا سيما عندما علمنا بموت فضيلة الشيخ الدكتور عماد عيسى، أحد علماء الأمة الإسلامية، وأحد علماء الأزهر الشريف، وأحد علماء قناة الندى، الذي كانت له مشاركات عديدة معنا في العديد من البرامج على شاشة القناة طيلة السنوات الفائتة، وكان رجلا عالما عاملا مخلصا متواضعا، رحمه الله رحمة واسعة. في بداية هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم آمين. أرحب بضيوفي الكرام في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور محمد حسن عبد الغفار. يا مرحبا شيخنا الحبيب. مرحبا، أهلا وسهلا، أحسن الله إليكم. رضي الله عنكم، شرفتنا ونورتنا سيد. الله يرضى عنك، جزاكم الله عنك وإياكم. أحسن الله إليك. أرحب بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام. يا مرحبا شيخنا الحبيب. حياكم الله دكتور الحبيب، رضي الله عنكم سيدنا، متع الله بكم شيخنا، أكرمكم الله سيدنا، أحسن الله إليك، رفع الله قدركم شيخنا والله. مشايخنا الأحباب، يعني سامحوني أتكلم في وجودكما، وأنا في الحقيقة كلما أتيت إلى قراءة آية من القرآن أو نص حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أجد في نفسي حرجا بالغا وأنا أقرأه والله وأنا من بين أيديكم، رضي الله عنكم، فسامحوني إن كانت هذا من سوء الأدب. استغفر الله، الله نتعلم، الله يحفظك شيخنا الحبيب ويرضى عنك يا رب العالمين. في بداية هذه الحلقة شيخنا الحبيب الدكتور محمد حسن عبد الغفور، حضرتك يعني جزاك الله خيرا، كنت أول المبادرين، يعني فاتصلت بي اتصالا هاتفيا، وقلت لي نحن نريد تخصيص حلقة لفضيلة الشيخ عماد عيسى، جزاك الله خيرا. وبمجرد ما أن حدثتني قلت لك في التليفون، وكمان نشوف فضيلة الشيخ محمد مصطفى بسطام، لأن الشيخ محمد من أكثر الناس الذين يعني كانت لهم علاقة قوية بالشيخ عماد عيسى الله يرحمه ويوسع عنه. بعد ذلك أيضا فوجئت بفضيلة الشيخ شعبان درويش يريد أن يشارك معنا، لكنه يعني كان الأمر بالنسبة له صعب جدا يعني، فقابلته اليوم في العزاء فقال لي الأمر على نفسي شديد جدا جدا، وأجد في نفسي غصة تجاه هذا الحدث يعني، فقال لي سامحني أنا مرهق جدا بسبب الأمر، حتى قال لي بالنص كده قال لي أنا في غيبوبة بسبب وفاة الشيخ رحمه الله، فقال لي اديني فرصة وأنا أحاول أشارك إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن في البداية شيخنا الحبيب، كيف قرأت هذا المشهد في وفاة فضيلة الشيخ الدكتور عماد عيسى رحمه الله؟ الحمد لله وكفى وسلام على العدي الذي اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد لابد إذا تكلمنا نقول بأن المسألة في أي مصاب، نتذكر مصاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب لم يتحمل مصاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه ليس موجودا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعد ما علم الخبر دخل فوجد عمر الخطاب يشير سيفه ويقول إن النبي ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، ثم دخل عليه. وهنا الحكمة من هذا الباب، دخل أبو بكر وقبل بين عينيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم قام قال لعمر اهدأ، عمر لا يسكت، قال صهن، ما سكت عمر، فقال عليك عني، ثم قام يؤدي حق الله جل في علاه، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا وهذا سيد الخلق أجمعين، وهذا الذي جاء بالرسالة العظمى، وهذا الذي أراد بعد من قلبت الدنيا بأسرها شركا، أراد أن يعني يسأل يجعل الأمر على تحقيق قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه، أقامها إقامة عظيمة ووفى وأدى ما عليه حتى شهد الله له بذلك أو شهد المسلمون له بذلك، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأهم يصلون وأبو بكر يصلي، فقام فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي حي لا يموت. فنقول إن لا يرجعون، قد الله ما شاء فعل، الله موجود في مصيبتنا واخف علينا خير منها، الله موجود الأمة الإسلامية عامة يعني في هذه المصيبة وهذا المصاب، لكن نحن نقول سنسير على نهج فضيلة الشيخ وعلى درب فضيلة الشيخ، والرجل أصلا ما أراد إلا الله جل وعلا، نحسبه كذلك والله حسيبه. وأنا يعني صراحة الخبر جاء علي أعياني وأتعبني
وأزهلني وجعلني، أنا قلت كان قبلها في اتفاق أنه سيكون بيني وبينه في البث لقاء، وهو رتب جدا لهذا اللقاء، وأنا منتظر اللقاء، انتظرت اللقاء فأتاني الخبر، يعني حقيقة الأمر زلزلة. وعرفت أن المسألة ليست بالهينة. صحيح. وبعدين تعرف حضرتك هذه ثلمة في الإسلام لا يسدها إلا خلف، ونحن لا نجد خلف الآن. صحيح. يعني هذا إن شاء الله، يعني لو فتحت وحضرتك وجدت أن الدنيا بأسرها مناطة بعالم مثل هذا العالم. يعني أن الدنيا بأسرها مناط نجاتها بعالم مثل هذا العالم. فجاء الخبر عليها كالصاعقة، فوقفت مذهولا، ما تكلمت، والله أبا مصطفى ما تكلمت، وقفت عقلي وقلبي يرتجفان وروحي ليست معي. وأنا أقول أنا رأيت لفضيلتك بث مباشرا بالأمس، وأنا بكيت وأنا أشاهدك، يعني أنا لم أتمالك سيدي. نفسي. نعم نعم، لو أنت تعرف حضرتك كان قبلها في لقاء بيني وبينه، فاحتضنته كأن القلب على القلب وكأن النبض توافق، وكلمني كلام أتعبني، فنزلت على يدي، قال لي أنا لا أفعل، قلت له والله لا أقوم حتى أقبل يدك. ورجل طبعا أصلا أنت أعلم مني بها، أبو شخطاب رقي في الأخلاقيات، سمو في القول، حسن في الأداء، ويعني ينشر الحب بين كل من يراه بفضل من ربنا ونعم. فطبعا أصلا يعني قلت له سأقبل، وقبلت يده وابتسامته الطيبة وبحسن خلقي، يقول أنت لا تعرف أنت لي كم. وأنا سبحان الله يعني المسألة الأرواح جنود مجندة، فأنا يعني قلت له أنا في اللقاء الأول قبلت رأسه، هو ذهل، قلت له أنا أقبل رأسك فقط ولا أقبل يدك، لأني أعرف من أنت. وقلت له شوف الأزهر يتباهى الأزهر بعلماء نجباء، فذكرت له الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد طه ريان، في أمثلة كثيرة جدا ولن نعدم خيرا. فقلت له أنت من، وأحب أن أعرف الناس أن الأزهر لهم إيش، لهم هذا الشرف، لهم هؤلاء الأفاضل الأماجد، لكن ما استطعت أتحمل، وحتى ارتبكت، وبعد ذلك وقفت وقفة أخرى، دعوت له، وأنا أعلم أن هذا الرجل بإذن الله يكون في أعلى عليين بإذن الله تعالى. أنا أحسبه كذلك والله حسيبه، وأنا كلامي ليس من عاطفة، بل الأمر أن أشرف الناس وأعز الناس وأولى الناس برسول الله هم أهل السنة، هم أهل الحديث، والرجل تخصصه أبو مصطفى ولا تكلم عنه، الرجل من أهل الحديث، فأهل الحديث هم أولى الناس برسول الله. أبو هريرة صحيح بن حبان يقول، أبو هريرة رضي الله عنه، يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال ما ظننت أحدا يسألني أول منك على هذا، أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة عليه، صلى الله، وأهل الحديث هم أولى الناس، يكتبون السنة فيقولون صلى الله عليه وسلم، يسمعون السنة يقولون صلى الله عليه وسلم، هم يعيشون بين السنة في كل حل وترحال. فرجل من أهل السنة فضل هذا الفعل، وهذه بشارة أولى لأهله أن أهل السنة لا يضيعون، وأهل السنة هم أشرف الناس وأكمل الناس وأعز الناس وأكرم الناس وأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو مات يوم الجمعة، حضرتك كتبت ذلك والناس كلها تناقلت بوسط حضرتك، ويوم الجمعة أصلا حديث وإن كان في كلام لكن يحسن وحسن الألباني وغيره، فمن علامات حسن الخاتمة أن يموت في يوم الجمعة. قالت لي ابنتي عائشة ابنة الشيخ أحمد عيسى شيخنا الحبيب، قالت لي من عادته أنه كان كل يوم جمعة ما بين العصر والمغرب يتفرغ للدعاء، فقالت كان رفع ايديه يدعو الى الله سبحانه وتعالى وحصل هذا الامر فمات. الله قال لي كان الله كان بيدعي ده الوقت اللي كان يدعو فيه رحمه الله. يبقى شوف حضرتك، اول شيء هو خطب طبعا الجمعه صح، يعني خطب في السويس، شوف شوف في السويس هيك، يعني شوف ضرب الفاه في القفار لله جل وعلا، خطوات تكتب له في الله يوم الجمعه، وهذا علامات حسن الخطبه. ثم بعد ذلك في ساعه الاجابه يرفع يديه يقبضه الله على ذلك، من أسعد منه؟ أي أيوة والله، من أسعد منه؟ أسأل ربي أن يكون في أعلى عليين، وأن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك أنا أقول يعني هو عزاؤنا في هذا الباب، ليس الأمر حزن، طبعا الحزن على الفقدان، وليس الأمر أننا فقدنا حبيبا فنحزن، نحن نحزن على أساس أنه كان يغرد ليل نهار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينشر بين الناس الخير الكبير الذي تتآلف به القلوب. ففقدان الأمة ثلمة في الأمة، لا يمكن أن يسد هذه الثلمة إلا خلف مثله، ولابد أن نعلم أنه إن لم يكن الخلف فهذا نذير شؤم على الأمة. نعم.
يعني هذا نديب شؤون معلومة. نعم سأعود لك شيخنا الحبيب في هذه النقطة تحديدا. نعم. إلى نرجع إلى شيخنا الحبيب أبي بسطام. شيخنا الحبيب يعني الشيخ محمد مصطفى من أكثر الناس حبا للشيخ عماد عيسى، وهو أول يعني بعد أن أبلغتني عائشة ابنة الشيخ عماد عيسى الله يحفظها ويحفظ إخواتها رب العالمين وجميع أبنائنا وبناتنا، بعدما أبلغتني عائشة مباشرة أنا لم أصدق الخبر في الحقيقة، لدرجة أنني اتصلت مرة أخرى بها قلت لها متأكدة يا بنتي؟ قالت لي أنا هكذب عليك ليه؟ فبعدها مباشرة اتصل بي فضيلة الشيخ محمد مصطفى وبسطام، فقال لي أنا هقول لك خبر، وكان يعني صوته مليء بالحزن والبكاء، فقلت له خير يا شيخ محمد؟ قال لي قلت له أوعى يكون خبر الشيخ عماد صحيح، قال لي آه الشيخ عماد توفاه الله رحمه الله رحمه الله. شيخ محمد مصطفى كيف يعني استقبلت خبر وفاة الشيخ عماد عيسى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أنا في ذلك شأني كشأن الإمام البخاري رحمة الله عليه لما جاءه نبأ شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال قوله الشهير: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. وهذا من نكد الدنيا وسوئها أن المرء منا يرى مصارع من يحب. والله حقيقة أنا الشيخ عماد سبحان الله، أنا كنت يوم الخميس كنا معا هنا في القناة، كنا بنسجل مع بعض القناة، فجلسنا جلسة مطولة تبارزنا فيها الحديث وتجاذبنا الحديث وقعدنا نهزر ونضحك والأخبار والمشاريع العلمية. فأنا يعني أنا لما أخبرني أخونا الشيخ يوسف بالخبر أنا أسقط في يدي، أنا جاء في ذهني كل عماد إلا الشيخ عماد عيسى، لأنني أنا كدت، أنا ذهل عقلي لفترة، أنا ما كدت أصدق، أنا كذبت نفسي وكذبت الأخ يوسف، لكن بدأت أراجع تاني واتصل تاني. قال لي يا شيخنا مات، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أنا علاقتي بالشيخ عماد رحمة الله عليه وبلى الله ثراه وجعل الجنة مأواه ترجع إلى حوالي 12-13 سنة. الله أكبر. كان نعم الصديق، نعم، ونعم الرفيق، ونعم الشيخ، نعم، ونعم المؤدب، ونعم المؤدب، صحيح، وهو يعني ملئ علما رحمة الله عليه. صحيح. أسأل صحيح. الله عز وجل أن يبرد مضجعه. نعم اللهم آمين. سبحان الله، في بداية الأمر أنا ما كان لي بالشيخ علاقة، لكن شيخنا الشيخ عماد صابر أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمري عرفني على الشيخ. نعم. قال لي في حد كويس جدا وإن عايز أعرفك عليه. تعرفت على الشيخ، وجدته إنسانا نبيلا، نعم، رقيقا، نعم، رفيقا، حبيبا، محبا، محبا للخير، محبا لإخوانه، محبا للعلم، بذولا وصولا، حتى إذا انقطعت أنا عنه صحيح يتواصل يسأل إيه الأخبار عامل إيه. فحوالي من حوالي 13 سنة أو 12 سنة تقريبا دي كانت أول معرفتي بالشيخ، وكان في منزل شيخنا الشيخ عماد صابر أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره. اللهم آمين. وبدأنا نتعرف على بعض عن قرب أكثر، ودار بيننا يعني بعض الأمور العلمية. فالشيخ عماد قال لي طيب أنا عايزين يكون في بيننا مشاركة علمية في بعض الأمور كلام زي كده. وفعلا قال لنا المكتبة بتاعتي أنا وضعتها في مسجد على أساس أن أتفرغ أكثر وأكبر وقت ممكن حتى أستطيع أن أنجز بعض الأمور العلمية ومشاريع علمية ونحو ذلك. قال لي يعني ليتك أنت أيضا تفعل وتأتي بمكتبتك ونضعها في المسجد أيضا وننطلق معا يعني. نعم. والله أنا على استحياء قلت له إن شاء الله ما عندي مشكلة إن شاء الله ونبدأ إن شاء الله. نعم. بدأت أتردد مع الشيخ نروح نجلس معا في المكتبة، ولكن أنا للأسف الشديد يعني صرفت عن الشيخ ببعض يعني أعاقتني بعض المعوقات يعني، غير أنني كنت أتردد معه في الأمور العلمية. وكان الشيخ وصولا كان كثيرا ما يأتيني إلى بيتي يعني يتفضل علي رحمة الله عليه ويشرفني ويرفع من خسيسة نفسي بزيارته. كان يأتيني إلى البيت يطلب مثلا بعض المخطوط، يقول لي عندك مخطوط كذا، عندك كذا، طبعا أنا عايز أعمل كذا، إيه الأخبار، طب أنت إيه رأيك في كذا. حتى سبحان الله قبل وفاته اليوم اللي قبلها يوم الخميس إحنا كنا مع بعض هنا حتى صلينا مع بعض العشاء، وهذه أنا أفخر بها أن آخر
عشاء صلاها الشيخ كنت وراءه. نعم. صلى بنا الشيخ رحمة الله عليه بسورة الزلزلة وسورة العصر. نعم. وكأنها كانت يعني تذكرة مودع. نعم. رحمة الله عليه. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو. نعم. كانوا يفترخون عليها. سبحان الله. الصحابة كانوا رضي الله عنهم. كان كل واحد منهم يسلم على أخيه. نعم. أشار عليها فضيلة الشيخ. رضي الله عنه. كأنه يودع. صحيح. وكانوا يفترقون على العصر. صحيح. فسبحان الله هذا التوفيق من الله. صحيح. صحيح يا شيخ. نعم. فكما قلت لحضرتك كان شيخ يعني رحمة الله عليه يأتي إلى بيتي كما قلت لحضرتك يحدث بين بعض المسجلات العلمية ويقترح علي بعض الاقتراحات ويشير علي ويحفزني ويرفع من همتي. طب اعمل كذا. قال لي بس انت مولانا انتاجك العلمي ضعيف شوية في الكتب. لا انا عايزك تشد حيلك شوية. وبدأ يعني يسرد علي المشاريع العلمية الضخمة التي عملها. فده كان يعني سبحان الله آخر ليلة كنا مع فيها. فكما قلت لحضرتك بدأنا مع بعض. بدأ الشيخ عماد يعني هو كما قلت لحضرتك أنا يعني أنا صراحة عجزت أن أتواصل معه في العمل العلمي، لكن لم ينقطع العمل الدعوي والود والحب فيما بيننا. حتى كما قلت كان يزورني كثيرا في بيتي ونلتقي كثيرا في بعض الأماكن وبعض اللقاءات. يعني أسأل الله عز وجل أن يرحمه. الشيخ طبعا رحمة الله عليه يعني الشيخ عماد كان من أوائل دفعته في كلية أصول الدين ما شاء الله. وهو طبعا كان من المفترض أن يعين في الكلية في كلية أصول الدين قسم الحديث في جامعة الأزهر. نعم. فكانت هذه يعني نجوى بيني وبينه. فقال لي يا مولانا رحت للشيخ محمد حسين يعقوب فقلت له يا شيخنا أنا دلوقتي جاي للتعيين في الجامعة. فقال لي الشيخ يعقوب قال له لا، قال له احنا مش عايزين دكاترة، احنا عايزين دعاء. قال لي فتركت ذلك حسبة لله عز وجل وأقبلت على الدعوة والدلالة على الله تبارك وتعالى. فهو ترك ذلك حسبة لله ولعل كانت نيته صادقة فوضع الله عز وجل له القبول. الشيخ عماد كان يعني ما شاء الله كانت كلمته مسموعة. نعم. كان محبوه كثر. صحيح. ولا زال وزاد ولله الحمد. ما فيش حد اللي بيحبه يا شيخ محمد. لم أرى يعني واحدا يكره الشيخ عماد. صحيح الله. فعلا. هو سبحان الله هذا طبعا مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل. نعم. إني أحب فلانا فأحبه. أحبه جبريل. صحيح. ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم. الإمام النووي رحمة الله استدل بهذا الحديث على أن حب الناس في الأرض دلالة على حب الله تبارك وتعالى. وأنا أحسب أن شيخنا الشيخ عماد عيسى رحمة الله عليه من هذا الصنف. نعم. شيخ كان ودودا بشوشا ألوفا. صحيح. حبيبا. نعم. محبا رفيقا رقيقا كان يعني من ألين الناس عريكة. وأنا سبحان الله كنت دائما ما أتمثل معه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي المؤمن هين. أي نعم. صحيح. دين. صحيح. سهل قريب. صحيح. صحيح. فعلا ده شأن المؤمن. فكان يا شيخنا الحديث كأنه متجسد في الشيخ عماد الله. رحمة الله عليه الله. فعلا كان من ألين الناس عليك يعني لاءه نعم الله. ما كان يقول لا إطلاقا. صحيح. صحيح. طالما أن في عمل خير انطلق ما شاء الله. فكان من المبادرين ومن المسارعين نعم. إلى الخيرات. نعم. رحمة الله عليه. وفرغ وقته وعمره للعلم والتعلم والدلالة. نعم. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حتى كما تفضل شيخنا أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره كان الشيخ ينطلق كما حضرتك تفضلت السويس يقطع الفيافي والقفار هذا للدلالة على الله. نعم. عز وجل. صحيح. نعم. وهذا لا نريد منكم جزاء ولا شكوى. صحيح. فقط هو لكي يدل على الله عز وجل. رحمة الله على الشيخ عماد عيسى رحمة واسعة. تفرغ كما أشار فضيلة الشيخ محمد مصطفى إلى دعوة الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا لا يعني على الإطلاق عظيم فضل الأساتذة الذين تخصصوا في العلم والدكاترة الذين يعني يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن الشيخ عماد كان له نظرة مختلفة تماما في الحقيقة. أسأل الله يرحمه رحمة واسعة. أستسمح مشايخ الكرام في فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود مرة أخرى فابقوا معنا.